حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية فضلا عن تقييمه ضمن أفضل خمس فرق في مجال السلامة البيولوجية وذلك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية التي أقيمت بمدينة باريس بفرنسا هذا وقد شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تكريم الفريق البحثي بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بكافة الانشطة العلمية والبحثية وفي اطار تحقيق الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للكشف المبكر عن الامراض الوراثية حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية فضلا على تقييمه ضمن أفضل خمس فرق في مجال السلامة البيولوجية وذلك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية جيم التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من سبعة آلاف طالب يمثلون ثلاثمائة وخمسين فريقا بحثيا ل46 دولة على مستوى العالم للمنافسة على ايجاد الحلول العلميه غير التقليديه باستخدام احدث تقنيات الهندسه الوراثيه والبيولوجيا التخليقيه في مجالات التشخيص والعلاج لمختلف الامراض حيث اختار الفريق البحثي احد الامراض الوراثيه للاطفال نتيجه بعض الطفرات الجينيه والتي يصعب تشخيصها والعمل على اكتشافها مبكرا بواسطة ابتكار اختبار تشخيصي منخفض التكلفة مع امكانية تطبيقه بسهولة داخل العيادات والمستشفيات، حيث شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تكريم الفريق البحثي، وذلك بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أولياء أمور الفريق البحثي. والقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة اشار خلالها الى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، مما ساهم بشكل كبير في حصول فريقها البحثي على تلك الجائزة المتميزة، كما القى المشرف العام للفريق البحثي كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي وفرت كافة الامكانيات التي مكنت من تحقيق ذلك التميز. عقبها تكريم اعضاء الفريق البحثي الذين تمكنوا من تقديم صوره مشرفه وتحقيق نتائج مبهره وفقا للمعايير والاسس التي نظمت بها المسابقه وفي نهايه الحفل القى الفريق اول محمد زكي كلمه نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للحضور كما قدم التهنئه للفريق البحثي لكليه الطب بالقوات المسلحه مشيدا بتميزهم ومساهمتهم في اظهار النموذج المشرف للشباب المصري الطامح لتحقيق الرياده بمختلف المجالات التي يشارك بها، مؤكدا ان القوات المسلحه لا تدخر جهدا من اجل تطوير المنظومه الطبيه داخل القوات المسلحه بما يدعم تحقيق المنظومه الطبيه المتكامله بالمواصفات والمعايير العالميه لتقديم الخدمه الطبيه المتميزه للعسكريين والمدنيين على حد سواء.